بسم الله هذا وبالله تعالى التوفيق. هذا وثمة اختلاف بين هذا اللفظ واللفظ الآتي الذي هو أعوذ بالله من الخبث والخبائث، هل اللفظ الأصح اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث أو أعوذ بالله من الخبث والخبائث؟ الأظهر صحة لفظ اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث لاشتراك حماد بن زيد وهشيم عن عبد العزيز فيها، أما مخالفة إسماعيل بن علي لهما فهما أقوى من إسماعيل إذا اتحدا، وهذا يستلزم أيضا جمع كل طرق الحديث. هناك لفظان اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، ولفظ آخر أعوذ بالله من الخبث والخبائث. الخبث ذكران الشياطين والخبائث إناثهم، ففي دليل على أن الشياطين تتزوج، الشياطين تتزوج. هذا وقد سئل الشعبي عن ذلك، هل تتزوج الجن والشياطين أو الشيطان يتزوج؟ قال ذاك عرس لم أشهده، وبعد ذلك قال بل يتزوج، لأن الله قال أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وليس ذرية إلا من تزاوج، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا وقد ورد في رواية شعبة إذا أراد أن يدخل الخلاء، إذا أراد أن يدخل الخلاء، فتدفع الإشكال أو توضح أن المراد بقوله كان إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، فالمراد إذا أراد أن يدخل. لكن رواية الشعبة أظنها فيها مقال، وأن الأصح كان إذا دخل الخلاء، لكنها محمولة على رواية الشعبة والله أعلم. هذا يطلق على الخلاء الكنيف، اصطلاحات في اللغة الخلاء يطلق عليه الكنيف أيضاً.